أمي طيب فكري بالموضوع شوي. شبانة قالت لي إنه ساجو صار جايها خطابين كتير بس مرتك شكلها جنت على الآخير. لسه زاهين ما صار له متوظف غير كم شهر وحضرتها ما عاد تعرف تخلص طلباتها. أمي شو جاب هالسيرة على بالك هلأ؟ أنا كنت عم قلك إنه أخي زاهين وساجو لا عاد بقى تجيب سيرتها قدامي لهي الحية. عندها كهن وحقد بتوزعوا على بلد الله بيعلم لمين هي طالعة. أبي حاول إنك تحكي معه. أنا ما عم أفهم ليش هي عم تعاقب ساجو بس لأنها بتكره شبانة. أنور معه حق، هدي حالك وفكر بالموضوع. هلأ ولا بعدين زاهين رح يتزوج، شو ناقص ساجو يعني؟ أمي صدقيني ساجو بنت كتير منيحة وبتصير تدير بالها عليكم كمان. أنت خليك عم بتدافع عن مرتك، لك كيف إلك عين تجادل أمك مشانة؟ نصيحتي روح فهم مرتك، إذا تاني مرة بسمع عم بتلمح لو مجرد تلميح إنه بدها تزوج ابني لأختها الحية، وقتها لا تستغرب معاملتي معاه، وصل هذا الحكي إليه.